طبعا نتعذر منكم من الارسال لانه الارسال راح ينقطع باذن الله. انتظروا يوم يومين حسب الوضع. طبعا احنا برمال النفود الكبير اللي هو النفود الكبير اللي هي رمال عالج، والله يوفق. والصراحه الى مطرت تعتبر فرصه لانه خطره وعره وصعبه، وتحتاج الى فريق متكامل، تحتاج الى خبره، لكن الحمد لله قطعناه عده مرات وربكم يسر، وان شاء الله هالمره برضو نبي نستمتع بقطعه باذن الله. الله يوفق الجميع ونستودعكم الله. طبعا شوفوا الدود وشلون، هذه تكرمون مخلفاته، هذه تتحول تشرنق وتتحول لفراش بعد فتره، بس والله تلعب بالربيع كميه هائله، شيء عجيب. الغصن الثاني اكثر. ايه الغصن ذاك اكثر، بس خاف احول وعجز ارجع. هذا جدار ما بنفوذ ذا. ايه والله، وهذه النقره اللي الحمد لله يا اخوان، والله نصيحه لا توهق تطب نقره. ترى لا والله لو ما بسايله وحطينا الكفرات على 15 انه لا يمكن اطلع والدبل الثقيل، لكن الحمد لله يسر ربي مع محاولات. شوفوا الان بالتصوير عدال، لكن لا نزلت لا لا وراهم تو محضرين يفحم. يا عز الله، لا اله الا الله، حجم خيالي ذي. شوفوا كيف، هذه احد انواع الشكارة، عندنا نوعين بالمملكة، واحدة منتشرة كثيرة وهذه قليلة. ها السنة ما شاء الله مبدع. طبعا هذيك العادية أوراقها تجي مجعدة، هذه أوراقها شوفوا عدال ملسة ضخامة. قرن البذور شوفوا كيف يتثنى، ضخمة جدا. الشكارة العربية حتى اسمه بالعلمي اللاتيني مسجلها الشكارة العربية. هذا الجميل، وهذا نبوت كثير صغير منه، والله كثير. والله الشجرة هذه اللي أمامنا الآن هي شجرة العنضوان، مشهورة باسم الشنان. طبعا العنضوان هو الاسم العربي الفصيح، والشنان كلمة فارسية تعني النظافة، وهي أكبر شجرة أو أكثر شجرة تحمل مادة القلي للنظافة للنظافة. فالشنان كلمة فارسية تعني النظافة. هذه قدامنا طبعا فيها المغافير بشكل كبير، الشنان طبعا شجرة مشهورة جدا، شفتها بسناب أخونا أبو حمد الدبيان أمس، وعلى طول زهمت عليه قلت لازم أوقف عليها. هذا المغافير هذه مادة سكرية إفراز حشرات، ثابت علميا، ثابت علميا لجذب حشرات أخرى من أجل تتغذى عليه حشرات ثانية. طبعا السنابة هذه الهدف منها هي المغافير اللي هي المادة السكرية هذه. من قديم الزمن كانت تربط بالرمث فقط، يقول ما ينتجها إلا الرمث، وهذا الكلام مع العلم لا ما هو صحيح. الآن شوفوا على الشنان، وصورته على الأثل، وصورته على الرمث. فهذه شجرة الشنان وانتاجها. شوف الأشجار الأخرى أن انتاج حشرات لو هي إفراز من الشجرة نفسها، نفس الشجرة، كان نلقى كل الشجر ذا يعني مفرز المادة هذه بالوقت هذا اللي وقته أصفري. لكن شوفوا كميته بالشجرة هذه وباقي الأشجار، تقريبا في عدة شجرات، مع أن المنطقة اللي عندنا هذه كلها شنان، نفس البيئة نفس الصبخة نفس المكان، ومع ذلك شوفوا منتجة اللي هي المغافير. طبعا جزاه الله خير اللي أرسل لي، شفت سنابه أمس على طول أخونا أبو حمد، وسنابه تخبرون قيم أبو حمد جزاه الله خير، وعلى طول أعطانا الموقع، وجيت أركض اليوم من أجل إثبات المعلومة. فالمغافير تنتج عدة أشجار، الآن أنا مصور ثلاث أشجار، وزي ما قلنا لكم مادة سكرية. بحط لكم سناب أبو حمد، يعني الصراحة قليل السناب هو، لكنه لا سنب ولا على معلومة جيدة، والله يوفق.
طبعا كاتب واحد من القدامى اللي كتبوا بالنبات وكذا انه المغافير ما تنتج الا من الرمث. تعرفون قديما ما كان فيه، يعني انا ماشي هالحين حول 90 كيلو، التنقل والاشياء ذي كانت صعبة، ما في صور، ما في نقل المعلومة، اختلف. لكن هذا قدامكم الآن، صورناه الحمد لله على 3 أشجار، وهذا أحد أنواع النمل ياخذ منه. وشوف الأشجار الباقية ما فيها يا نسبة قليلة يا ما فيها نهائيا مرة، والمنطقة كلها شنان.